السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة نزلنا سوق السيدة عائشة، وتحديدا عند سوق الحديقة. هنتكلم على آخر أسعار الأكل عند الحاجة أم علي. السلام عليكم. ازيك يا أم علي؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كنا عايزين نعرف آخر أسعار الأكل. معروف إن في بعض الحاجات سعرها نزل، فمعلش هنتعبك معانا، تقول لنا على حاجة حاجة كده. عيني حاضر. ماشي. يعني البلقم ده عامل كام النهاردة؟ البلقم عامل 17. البلكم عامل 17 جنيه. طبعا البلكم من الحاجات اللي سعرها نزل، تقريبا نزل 1.5 جنيه او 2 جنيه الاسبوع ده. الفلارس عامل 36. الفلارس سعرها عامل 36 جنيه. دي الفلارس الكندي اللي مرسوم عليها سانتونيور بتاعت الامير. ايه الحباية؟ ايوه الدنيبة. الدنيبة ب16 17. الدنيبة دي عاملة 16. الدنيبة دي عاملة 16 جنيه. في ب17 فين؟ دي الملكي، دي طبعا زي ما احنا شايفين الحباية ملكي، حاجة محترمة، عاملة 17 جنيه زي ما هي باينة قدامنا كده بالحباية. دي عاملة 17 جنيه. في اللب كده حاجة عاملة 35 وحاجة عاملة 30. اللب ده عامل 35 بتاع البغبغانات المستورد، عامل 35 صح؟ طب واللباية البلدي دي؟ 30. دي عاملة 30 جنيه. اللباية المقلمة البلدي اهي. طبعا زي ما قلنا اسعار اللب ممكن تنزل كمان شهر كده، علشان خاطر هي مش في الموسم بتاعها حاليا، لكن ان شاء الله بعد شهر احتمال اسعارها تنزل، لان هيبقى موسم بتاعها بتاع الزراعه بتاع الحصاد. كمان موجود عظم سيبيا. عظم السيبيا ده ناشف، يعني مش مبلول. طبعا عظم السيبيا لما بيبقى مبلول بيوزن. سعر كام عظم السيبيا ده؟ ده عامل 90 جنيه. سعره عامل 90 جنيه كيلو. هنتكلم على مواد التعشيش. دي نشارة زي ما احنا شايفين، باكت كده. الباكت ده 1 كيلو. سعر الباكت ان شاء الله 15 جنيه. تمام. ده مضغوط على فكرة، وده يعني لو اتفرش في العيش حجمه هيزيد، لان زي ما قلنا هو مضغوط. في نشارة اهي برضو. بكام النشارة دي يا معلم؟ دي ب10. النشارة دي عاملة 10 جنيه. ماشي. وده الكارينا بتاعت الكناريا عاملة 10 جنيه برضو. دي طبعا معروفة للجاوة ومعروفة للكناريا. وده تبن الفول برضو كيس ب10 جنيه. مكان أم علي إن شاء الله عند سوق الحديقة. ده الباب من ناحية القلعة، أول ما أخش الباب على إيدي اليمين هنا على طول. تمام. شكرا جدا لمتابعتكم لينا. السلام عليكم.